بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الأيام المباركات التي يسافر فيها وفد الحجيج إلى أرض الله الحرام يلف نداء أبيهم إبراهيم عليه السلام، ومن بعده نداء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي هذه الذكريات العظيمة لتلك البلاد التي شهدت جهاد أنبياء الله عز وجل ورسله، لا سيما الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما شهدته تلك الأماكن هذه النعمة العظيمة التي أتمها الله عز وجل على الأمة حينما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في عام حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا أنزل الله عز وجل هذه الآيات على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينزل مثيلا لها على نبي قبله، لأنكم تعلمون أن دين الله عز وجل هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو دين الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام عنوانه لا إله إلا الله والإيمان بأنبياء الله، فكانت كل أمة مخاطبة بأن تؤمن أنه لا إله إلا الله وأن تسلم لنبيها وأن تتبع نبيها، هذا هو مفتاح هذا الدين. ثم إنهم متى سلموا لأنبيائهم أنزل الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء من الشرائع ما يناسب كل أمة من الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بالإخوة لأم، مشتركون في الأب ومختلفون في الأم. في الإخوة لأب، مشتركون في الأب ومختلفون في الأم، فكذا الأنبياء كانوا مشتركين في العقيدة وفي أصول الشريعة وإن اختلفت تفاصيل الشرائع، فكانت كل شريعة كاملة بالنسبة لمن نزلت عليهم صالحة لهم، ولكن الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تمت قبل حجة الوداع، بحيث أن الله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة أن تكون حجة الوداع، هي حجة وداع الوحي، هي حجة وداع الرسالة، حيث أنه كان هذا هو آخر عهد البشرية بالنزول المتجدد للوحي، لأن الوحي قد تم وقد نزل كل ما يحتاجه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زمانه بمائة سنة، وبعد زمانه بألف، وبعد زمانه بألفين، وبعد زمانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فاكتمل الدين الذي هو دين الله عز وجل منذ أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض، وهذا هو دينه، وهذا هو عنوانه، وأصله توحيد الله تبارك وتعالى وطاعة أنبياء الله عز وجل. واختلفت الشرائع، فلما كانت تلك الشريعة الجامعة الشاملة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في قدر الله عز وجل وتقديره أن يكون هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فمن ثم كان لابد أن تكون شريعته جامعة شاملة لكل ما يحتاجه الناس، وهذا ما سنبين طرفا منه بإذن الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الفاضلة العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم. فكان الدين قبل ذلك كاملا، ولكن بالنسبة لقوم معينين، ولكنه في تلك الليلة أو قبلها، لأن هذا إنما نزل هذا إخبارا عما تم قبله من الرسالة، ففي هذا الوقت كان الدين قد تم، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها شيء من التشريع. وليست هذه الآية كما قد يظن البعض هي آخر ما نزل من القرآن، فالبعض ظن أنه طالما أن هذه الآية تخبر أن الدين قد تم فهي إذن آخر ما نزل من القرآن، ولكن نزل بعدها نعي نعى الله عز وجل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه سورة عظيمة تبين مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وتبين لنا أننا ينبغي أن نستمر على طاعة الله عز وجل في كل وقت، لا سيما إذا شعرنا بدنو الأجل. فهذه نزلت بعد تلك، ولكن تلك الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في عام حجة الوداع لم ينزل بعدها شيء من التشريع، لأن التشريع كان قد تم قبلها لينزل الله عز وجل علينا ذلك الخبر، لنعلم أنه بذلك قد تم التشريع بحمد الله تبارك وتعالى. إذن فهذا التشريع صالح لكل زمان ومكان، هذا التشريع فيه حكم كل قضية سوف تأتي بعد ذلك، وسيثور السؤال كيف، وهذا الوحي محصور محدود، هذا القرآن قد عرفناه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ووقائع الناس متجددة وأحوالهم، ويخترعون في كل يوم أنواعا من الأغذية، أنواعا من الأدوية، أنواعا من الآلات، طرقا في المعيشة، فكيف يقال أن هذا الدين فيه خبر كل ذلك؟ فقلنا أن هذا الدين على مراتب، وبوسعك أن تقول مثلا
أن القرآن فيه حكم كل مسألة، ثم إذا جئت تسأل عن كيفية أداء الصلاة مثلا أين أجدها؟ في القرآن. فنقول سوف تجدها في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن حينما قال لنا وأقيموا الصلاة كان هذا أمر لا بد أن يأتي له بيان، لأن كل عاقل يعلم أن إذا أمر بأمر فلا بد أن الآمر هو الذي يبين تفاصيل كيفية الالتزام بهذا الأمر. فإذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة فلا بد وأن يصف لنا ما هي الصلاة، إما أن يصفها في القرآن وإما أن تأتي في شرح وتوضيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فإذا السنة تشرح وتوضح القرآن، وكما قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فدل هذا على أن السنة ذكر شارح للمنزل الأول وهو القرآن، وأنها أيضا من عند الله تبارك وتعالى. إذن فعندما نقول أن الإسلام فيه حكم كل مسألة فهذا إنما نعني به القرآن والسنة معا. ولكن سيبقى أيضا السؤال، بأنه يتجدد عند الناس حاجات ليست موجودة في الكتاب والسنة. نقول بل هي موجودة، موجودة في القواعد العامة. فإذا سأل سائل اليوم مثلا عن حكم شرب الدخان، نستطيع، وعلى هذا فتاوى من الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية، تستطيع أن تقول وأنت مطمئن تماما إلى أنه حرام في دين الله. فأين الآية وأين الحديث الذي يقول أن هذا الدخان حرام؟ فالإجابة هو قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذه قاعدة عامة أغنت عن حصر أنواع من الأمور الضارة التي سوف توجد بعد ذلك في الأزمان القادمة. ولذا فكان هذا الدين من أسباب شموله وعمومه وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان أن فيه قواعد عامة تكون منطبقة على أمور في علم الله أنها ستوجد، كما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ففي علم الله أن هناك ما لم يعلمه الناس زمن نزول الشريعة، وأن الناس يحتاجون لحكم أن هذا الذي سيأتي مثلا من المركوبات مباح، فيجمله الله عز وجل في قوله: ويخلق ما لا تعلمون. وأنه في علم الله عز وجل أن الناس سوف يحدثون أمورا ضارة، فيوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين القاعدة العامة: لا ضرر ولا ضرار. بل أهم من هذا، ولأن كل ضار لا يخلو من منفعة، وإلا لما أقبل الناس عليه، ستلهيهم المنفعة الجزئية التي في أمر ما عن الضرر الكلي الذي فيها. فلذا بين الله عز وجل لنا القاعدة أيضا: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن فقد بين الله لنا أنه إذا جد لنا أمور من أمور الطعام أو الشراب أو الملبس أو المعيشة، وجاء أهل الخبرة فوجدوا أن فيها من الأضرار كذا وكذا وأن فيها من المنافع كذا وكذا، فقد علمنا أنه ما كان نفعا محضا فهو مباح،
وما كان ضررا محضا فهو محرم، كما بين الله عز وجل ذلك أيضا في قوله تعالى في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم أنه ما كان فيه من هذا ومن ذاك فالحكم للأغلب. إذن كان لما قدر الله عز وجل وهو العليم الحكيم الخبير، ولا بد أن تتذكر دائما وأنت تناقش أي قضية تتعلق بوجوب تحكيم الشريعة أو بشمول الشريعة أو بصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان من عدمه، أن تتذكر دائما أنها منزلة من عند العليم الحكيم الخبير الرحيم الرؤوف الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لأن بعض الخلق مع أنهم يؤمنون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حينما يناقشون ما يتعلق بقضية الشريعة يغفلون أحيانا عن هذه الحقيقة وعن هذه العقيدة، ويتصورون أن هذه الشريعة مساوية للشرائع المحرفة والمبدلة التي قال الله عز وجل في شأن أصحابها: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فهذا الذي كتب بيده كان علمه يوم كتب محصورا محدودا في حدود قدراته البشرية وفي حدود ما يعرفه في الزمان الذي كتب فيه. وكذا المناهج الأرضية المحضة فهي كذلك، فعندما تناقش حلا قدمه بشر في زمان ما في مكان ما فلا بد أن يكون ذلك الحل مقيد بما كان متاحا للبشرية في ذلك الوقت من علوم ومن معارف ومن تجارب. وأما عندما تتكلم عن شرع منزل من عند الله تبارك وتعالى فاستصحب دائما أنه منزل من عند الخالق، من عند الرزاق، من عند العليم الحكيم الخبير الرحيم الرؤوف الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم الخالق بشأن المخلوق حتى يأتي المخلوق فيشرع لنفسه أو يحدث لنفسه أمورا على خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى. فلما كان ذلك في قدر الله عز وجل وعلمه أنه سوف يجعل نهاية الوحي وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل عليه الشرع الشامل الكامل الذي يصلح لكل زمان ومكان، وهذا بأمور من أهمها أن فيما يتعلق بأحكام الدنيا والمعاملات والمحرمات جاءت فيها التعليل وبيان لما يحرم الله تبارك وتعالى، لما حرم الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فعلمنا القاعدة التي تغنينا عن أنه إذا أحدث الناس أنواعا من الشراب المسكر على اختلاف ما يسمونه وعلى اختلاف المادة التي يصنعون منها هذا الشراب وعلى اختلاف طريقة التصنيع إلى كل هذا، فقد وجدت القاعدة العامة. ثم بعد هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عني عناية كبيرة بتعليم الأمة قواعد الاجتهاد، لأنه سوف يجد هناك أمور وهذه الأمور حكمها موجود في ثنايا النصوص الشرعية، فتحتاج إلى آلة لاستخراج ذلك الحكم من هذه النصوص. أنظر إليه صلى الله عليه وسلم يسأله سائل عن القبلة للصائم، وإذا فالقضية تحتاج إلى جواب مختصر بأنها إما أنها تفطر وإما أنها لا تفطر،
وهذه تكون إجابة شافية كافية، لم يحتج السائل إلا لهذه الإجابة. ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الأمة من بعده قواعد الاجتهاد، بحيث أنه إذا جدت لديهم أمور عرفوا حكمها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته القياس وغيره، فقال: أرأيت لو مضمضت أكان في ذلك حرج أو أكان في ذلك بأس؟ قال: لا. قال: فكذلك لو قبلت. فلأن المحرم في الصيام الشرب، فلو مضمض وهو من مقدماته لما عد ذلك أنه قد أفطر، فكذا لو قبل وهو من مقدمات الجماع، وهكذا. فإذا كان هذا الشرع الشامل الكامل. نحن ثقة منا في خبر الله عز وجل وإيمانا به وبكتابه، إذا قال الله عز وجل لنا: اليوم أكملت لكم دينكم، فنحن نوقن بهذا يقينا جازما لا يتزعزع. ثم إن صار لدينا سؤال أو أثار الغير لدينا سؤالا، فنرد هذا الأمر إلى عالمه دون أن يتزعزع يقيننا بهذه الحقيقة، وبإذن الله تبارك وتعالى نجد الإجابة الشافية بفضل الله عز وجل. إذن اكتمل هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا الدين يشمل عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فأما الأخلاق، فأما العقائد والعبادات والأخلاق والآداب، فجاءت تفصيلية لأنها لن تتغير ولن يجد فيها جديد ولن يخترع فيها شيء، فإذا جاءت مفصلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المعاملات فجاءت على النحو الذي ذكرنا، فيها أنواع من الضوابط وبيان لأنواع مما يجب أن يجتنب في أنواع المعاملات، ومتى اجتنبتها فما عدا ذلك فهو مباح. إذن فلن تعدم في أي شيء يجد في حياة الناس أن تراجعه على نصوص الشرع، هل هو منهي عنه باسمه وبعينه فهو محرم، فإن لم يكن فهل هو داخل تحت عموم نص مما يحرم أمورا كثيرة كما هو فيه علة الإسكار مثلا أو فيه ضرر، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أم فإن لم يكن إذن فهو مباح، وتستطيع أيضا وأنت مطمئن أن تنسب هذه الإباحة لحكم الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل امتن علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا منه. فإذا الأصل في إن كل ما نجده وما نخترعه الأصل فيه أنه مباح ما لم يكن منهي عنه بإحدى هذه الصور التي أشرنا إليها. أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذا كالتأكيد لما قبله، فإن أعظم نعمة هي نعمة الدين، فإذا اكتمل الدين فقد تمت النعمة. وقيل بأن الأمر ليس فقط إكمال الدين، لأن الشرائع التي قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن بهذا الشمول والكمال، بل ولأن الشرائع الأخرى كان فيها شيء من التجديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود: قال: شددوا فشدد الله عليهم،
كما حرم عليهم صيام كما حرم عليهم العمل في يوم السبت. وهذا من تشددهم، لأنهم كان هذا يومهم، كما أن الله عز وجل هدانا إلى يوم الجمعة فكان يومهم يوم السبت، وهم الذين بالغوا في تعظيمه وزادوا فيما لم يأمرهم الله به في أنهم منعوا أنفسهم من العمل فيه، فجعله الله عز وجل شرعا لازما عليهم. وهكذا فكان في الشرائع السابقة أنواع من التجديد كنوع من العقوبة، والعقوبة لابد أن تكون مؤقتة، وبالتالي كان يصح في الشرائع السابقة أن يوجد فيها تغليظ من باب العقوبة، ولكن الشريعة التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كان عنوانها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، ومن ثم فأنت تستطيع أن تطمئن تماما إلى أن كل ما أنت ممنوع منه شرعا فأنت ممنوع منه لمصلحتك أنت، ولأن فيه خبث سواء أدركته أم لم تدركه، سواء رأيته أم لم تراه. وانظر إلى تحريم الخنزير مثلا، حرم الله عز وجل الخنزير فامتنع منه المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى وعدوه خبيثا، ولعل قائل يقول خبثه ظاهر يأكل القاذورات والقمامة، ولكن البعض يقول الخنزير يأكل هذا وذاك، احبسه واعلفه علفا طاهرا وسوف لا يأكل إلا ذلك العلف. وكانت هذه حجة أمم تبيح ذلك الخنزير مخالفة لما هو مكتوب في يومنا هذا في كتبهم أنه محرم عليهم، وعاشوا ظهورا على هذا الأمر إلى أن تقدم الطب ووجدوا أن الخنزير يحتوي أنواعا من الميكروبات والديدان مما لا حصر له، امتنع منه المسلمون ديانة أولا، وهم جازمون لأن الله أخبرهم أنه لم يحرم عليهم إلا كل خبيث، فعلموا أن هذا خبيث خبث لا يحله التطهير، ليس فقط أن تعزله وتعلفه علفا طاهرا فيصير طيبا. فلما اكتشفوا ذلك قالوا لا بأس نطهيه طهيا جائرا، نتركه ينضج على النار بالساعات حتى تقتل كل هذه الأمراض ثم يؤكل. قلنا لهم وقبل أن يتقدم الطب عندكم وقد عاندتم الشرع ورفضتم الامتثال له، كم من الأجيال والقرون كانت تتعاطى ذلك الخبيث لأنها تشككت في حكم العليم الخبير الخلاق العليم الذي هو أدرى بخلقه. ولكن قالوا لا بأس، علمنا ما فيه من خبث ووجدنا وسيلة لتطهير ذلك الخبث. وبعد قرون أخرى اكتشفوا أن المشكلة في الخنزير وهو حي أكثر من مشكلته بعد أن يذبح ليؤكل، لأنه يعمل كوسيط في نقل الأمراض بين الإنسان والحيوان، كما علمتم في تلك الأزمة الشهيرة في الكلام على إنفلونزا الخنازير. إذن فالمسلمون يوقنون تماما بأن من تمام نعمة الله عليهم أنه لم يحرم عليهم إلا كل خبيث، فمتى وجدوا شيئا محرما علموا يقينا أن فيه خبث. انظر في جانب المعاملات التي تكون بين طرفين إلى معاملة الربا والقمار وإلى البيع الذي أباحه الله وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. عندما تأتي إلى البيع
فالتاجر يذهب ليأتي بالسلعة من مكان إنتاجها وتكلفه 8 قروش مثلا، وعموم الناس لا تتوافر لهم الفرصة أن يذهبوا إلى هذا المكان كلما أرادوا جزءا يسيرا من هذه السلعة، ويذهب ويأتي ليعرضها عليك 10، وأنت ترى أنها بالنسبة لك 10 أمر جيد، فيأخذ السلعة، تأخذ أنت السلعة ويأخذ هو 10 التي يمثل 2 منها ربحا له، كلاكما راض رضا حقيقي، كلاكما يدعو للآخر بأن يبارك الله له في صفقته، فيظل ذلك التعامل بالبيع والشراء إذا التزمت فيه بالأداب الشرعية من النصح والتبيين وعدم كتم العيوب وعدم الغرر والنجش وغيرها من الألاعيب التي يوحي الشيطان إلى بعض التجار أن يفعلها حتى يخدع المشترين. فإذا تم البيع على هذه الصفة كان تعامل البيع والشراء بين البائع والمشتري معمق للأخوة التي بينهما، كلاهما يحب صاحبه ويرجو لصاحبه النفع. ولكن انظر إلى معاملات الربا والقمار، حتى وإن أغرى الشيطان الطرفين أن يقدم على مقامرة، فإن كل منهم ينتظر نتيجة المقامرة، فيفرح الفائز فرحا لا حد له، ويحزن الخاسر حزنا لا حد له، وينصرف. ومع أنهما بدأ بما يوهمان أنفسهما أنه رضا، فينصرف كل متسخط على صاحبه، يكره صاحبه ويبغض صاحبه. والله عز وجل لم يأذن لنا، وقد خلقنا بشرا مكرمين، لم يأذن لنا أن ننزل بأنفسنا إلى تلك الرتبة الحيوانية التي يأكل بعضنا بعضا ويتربص بعضنا لبعض، وتكون علاقة الإنسان بجاره ومن يعامله صباح مساء كحالة الذئاب المتصارعة التي يتربص كل منها بصاحبه. فعندما حرم الله علينا الربا حرمه علينا لأنه مضر للمجتمع ككل، وعلى هذا فقس. فبين الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين وأتم النعمة، لأن الشرائع قبل هذا لم تكن بهذا الكمال، وأتم النعمة لأن الشرائع قبل هذا كان فيها أمور شاقة فنسخت، فكانت هذه الشريعة في النهاية استكملت ما لم يكن موجودا فيما قبلها، وحذفت ما كان شقا فيما قبلها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل رضي الإسلام دينا للبشرية قبل نزول هذه الآية، فلا بد وأن يكون معناها ورضيت لكم الإسلام دينا لا ينسخ ولا يزاد فيه ولا ينقص، فقد تم الدين واكتمل، ورضاه الله عز وجل للأمة على هيئته التي كان عليها يوم نزلت هذه الآية، وكان هذا بداية الإيذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد تمت رسالته، ومن ثم عرفت بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك فيها وقتها أنه قد آن الأوان لكي يستريح بعد طول عناء وبعد طول جهد وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله قد أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الدين على هيئته التي كان عليها يومها، رضيه للأمة، فقد آن
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالرفيق الأعلى، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الحجة وهو متهيئ لهذا الأمر، ونزلت عليه الإشارة تلو الأخرى بدنو أجله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت علينا تلك الآية التي تحسدنا عليها الأمم، حتى أنه قد أتى رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معصر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم في أي ساعة نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في عام حجة الوداع، فكان من تقدير الله أنها نزلت في يوم جمع الله فيه عيدين، لأن عام حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة، فنزلت في يوم جمعة ويوم عرفة الذي هو أشرف أيام السنة. فلله الحمد والمنة، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وبعد هذا البيان الذي بينه الله عز وجل للأمة مبينا أفضل نعمه عليهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا لأن سياق الآيات قبلها كانت تتحدث على أحد المحرمات التي استغربها العرب جدا، وهو حرمة أكل الميتة، وهذا مما جادل فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أتأكلون مما ذبحتم بأيديكم، أو تقتلون مما تأكلون مما قتلتم، ولا تأكلون مما قتله الرب. وهذا نوع من التلبيس، لأن كل يموت بقدر الله، سواء الذي ذبحه البشر أو الذي ترضى من شاهق أو بغير ذلك من الأسباب. وهؤلاء لم يدركوا أن المسلمين طالما أنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإنهم يستسلمون لأمر الله وشرعه، ويوقنون أنه لم يحرم عليهم إلا كل خبيث. فإذا سألت المسلمين آنذاك: لماذا لا تأكلون الميتة؟ يقولون: لأن الله حرمها وهي خبيثة. فإن قيل لهم: فما وجه خبثها وهذه الأخرى تذبح فتموت؟ قالوا: الله أعلم، نحن نستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وحتى نزداد نحن يقينا، ولأن نبتلى في زماننا بمن يعترضون على الشرع في أمور تقل عند بعضهم وتكثر عند البعض الآخر، فإنه قد اكتشف الطب الحديث أن الميتة خبيثة بالتعريف الطبي، لأنه كما تعلمون أن هضم الغذاء
يخرج من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة التي يمتص الغذاء من خلالها إلى الدم، ثم تخرج الفضلات إلى ما يسمى بالأمعاء الغليظة التي بعد ذلك تخرج إلى الخارج. هذه الفضلات تحتوي على السموم والأمور الضارة التي يخرجها الجسم، وهي قنوات متصلة بعضها ببعض، لكن يوجد بوابة أو صمام بين يسمح بمرور السموم في اتجاه واحد من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة. فإذا مات الكائن الحي توقف عمل هذا الصمام، فترتد السموم في الاتجاه العكسي وتمتص في الدم، فيكون هذا الدم الذي في البهيمة التي قتلت ولم تذبح يكون هذا الدم ملوث بسموم كان الجسم قد طردها، ثم يبقى داخل اللحم فتزداد هذه السموم ضررا. والمسلمون قبل أن يعرفوا هذه الحقيقة وبعدها يقينهم لا يتزعزع في أن هذا هو الخير والعدل للبشرية كلها. من ضمن الشبه التي يحاول البعض أن يلقي بها في طريق الالتزام بشرع الله، يقول أنتم حرمتم الميتة وهو لا يدري ما فيها من خبث، يقول فما بال من انقطع في صحراء وكان معه شاته التي يريد أن يذبحها ليأكل أو بعيره فمات منه، أيموت جوعا؟ وأنت تسمع اليوم شبهات من جنس هذه الشبهات. فقيل لهم يا قوم ألا تعقلون، هذا هو التشريع العام في الظروف الطبيعية، أنت تعلم أن الميتة مضرة فإذا هي حرام، هذا هو أصل الحكم. وشرع الله تبارك وتعالى يحتوي من القواعد التي تبين إذا كان هذا الضرر ضرر يسير مقارنة بأن يموت الإنسان ذاته. إذا أكل ميتة فيها قدر من السموم فإنه بإذن الله تبارك وتعالى وإذا سمى الله واستعان بالله يمكن أن يطرده، بخلاف من يأكل السم طوال عمره، ومن يعتاد أكل الميتة فيكون يأخذ سموما طول بعد سموم. فها هنا يبين الله تبارك وتعالى ألا تعترض على تشريع شرعه الله على سبيل العموم لكل الأزمان والأمكنة، وفي الظروف الطبيعية أن تترك الخبيث وتبحث عن الطيب، ثم تقول فماذا لو لم أجد إلا خبيثا، وكان سينتج من هذا ضرر ونحو ذلك، عد إلى الشرع فستجد فيه حلا لكل مشكلة. ولأن هذه القضية بالذات، ولأن العرب كما تعلمون لم يكن لديهم تنوع كبير في طعامهم، فكان طعامهم اللحم والحب، وربما بالفعل يسافرون في تجاراتهم أو في كذا أو في كذا، فيكون الواحد منهم يحمل شيئا من الحب ويكون معه ما سيذبح من حيوان في طريقه. قل فإن مات مني ذلك الحيوان أموت بعده؟ قيل له ومن الذي قال لك أن الحكم المشرع في الأحوال الطبيعية يبقى هو هو في الأحوال الاستثنائية؟ شرع الله تبارك وتعالى يبين لك أن الضرورات تبيح المحظورات. وعندما تأكل الميتة، عندما يأكل هذا الذي في الصحراء الميتة ما زال يعتقد أنها خبيثة وأنه لو كان يستطيع لذبحها وذكاها، ولكن يقول هذا من باب الاضطرار. وفرق بين من يفعل شيئا محرما من باب الاضطرار وبين من يدافع عنه. البعض اليوم يقول هب أن الدنيا اقتنعت بحرمة الربا، فهل يمكن بين عشية وضحاها أن تقول أنه يجب أن تغلق البنوك الربوية، هناك حسابات وهناك كذا؟ قيل له نحن نتكلم في الأصل، الله حرم، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يجب أن توقن بهذا وأن توقن أن الربا مفسدة وأنه فساد عريض،
ثم تعالى قل إذا قام اقتصاد كامل على الربا هل نستطيع أن ننتقل عنه في ساعة؟ فإن أمكن فلا يجوز أن تتأخر إلى ساعتين، فإن كان لابد من أن يكون هذا في يوم فلا تجعله يومين، فإن كان لابد أن يكون في شهر فلا تجعله اثنين، وإن كان لابد أن يكون في سنة فعلى أي حينئذ ستقول أنه إن اضطررت إلى إبقائه فلا بد أن يكون الأمر واضح، أنت تراه محرما، ترى أنك يجب أن تنخلع منه بأقصى سرعة ممكنة، ثم تنظر فربما كان حكمه في حقك كحكم الميتة للمضطر. فإذا شرع الله تبارك وتعالى لم يبقي لمعترض اعتراض، ولم يبقي لسائل مجالا أن يسأل فلا يجد إجابة، وليس معنى هذا أن لا يسأل أحد، ولكن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انقطعت المسألة بالنسبة له من الناحية القلبية اليقينية أنه لابد أن يكون واثقا تمام الثقة في أن شرع الله كامل شامل فيه حكم لكل مسألة، ثم متى استشكلت عليه المسألة فالله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في مثل هذه الأيام الفاضلة، بل في أفضل يوم من أيام من هذه الأيام مر عبر التاريخ، في يوم عرفة وهو أفضل أيام السنة، في سنة قدر الله عز وجل أن يجتمع يوم عرفة يوم جمعة، وقدر الله عز وجل فيها أن يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله حجته الوحيدة وأن يودع فيها أمته، أنزل الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذه النعمة فأين شكرها؟ هل نكون من الشاكرين لأنعم الله؟ أن نكون من الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفرهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.